مرحبا بك في مركز أفكار. الرجاء غسل اليدين للحماية من فيروس كورونا. فيروس كوفيد 19 بقدر ما بعث الرعب والخوف زرع التفاؤل والأمل، فعزلة الكثيرين في هذه الفترة دفعت بهم إلى العمل والابتكار، كما هو الحال مع مجموعة من الشباب المبدع من مدرسة أفكار. البروجي تاع الدرون، الدرون فيه تاني دي مود، المود ان اللي يكون مانويل يقدر يتحكم الواحد فيها عن بعد، يلحق حتى 2 كيلومتر. سيد كاين تاني دوزيام مود، المود اوتوماتيك اللي يقدر هذا يروح يقوم بالمهمه ويعاود يرجع للمنطقه اللي قلع منها. الدرون هذا راه واجد، نقدروا نزودوه بكاميرا حراريه ولا نقدروا بارلر اللي نقدروا نهضروا باغ اكزومبل في مناطق الحجر، يعني نامروا نطلبوا من الناس باش يدخلوا للمنازل ديالهم. مدرسة أفكار حركت فكر هؤلاء الشباب وفق متطلبات الفترة الحالية جراء الأزمة الصحية. عندنا هاد لاباري نقدر نسقوها في النوادر ديالنا، فيها 3 مود. مود ان اللي نقدروا نقيسوا درجة الحرارة تاع الإنسان اللي راهو مقابلنا على بعد 1 متر، والمود 2 نقدروا نبلاسيوها فوق كاش باسيون هكذا، ولا يقدر اشاك 5 مينوت يقيس له درجه الحراره تاعو، قادر يونجستري لا باز دوني كامل درجه الحراره تحت المريض. والمود 3 نقدروا نديروها في اي مدخل تاع لي زوبيتو ولا المطارات ولا. مشاريع بسيطه كيفها اصحابها لتساهم في الحد من انتشار وباء كوفيد 19. عندنا ثاني مشروع اخر، هو مشروع عباره عن روبوت ذكي اللي يقدر يعقم منا المحلات، يعني ولا الغرف اللي كانوا فيها المرضى تاع كورونا، يخدم بالالترافيولي، ويقدر ثاني نركبوه في اي شاريو باش يدي لهم يعني الاكل. مشاريع كثيره دفعت بها ازمه كورونا الى الواجهه، وستستمر صلاحيتها حتى بعد زوال الفيروس، ويمكن لها ايضا ان تكون بدايه لجزائر المشاريع والمؤسسات الناشئه التي تغني البلاد عن حاويات الاستيراد.